السلام عليكم شباب. شباب هاي زوجين، زوج كمينجر زوج تي في. ما شاء الله اكبركم. دور بالضمان، انتاج طيران. مضمون، هاي طيارة وفحل، كمينجرات بالنص وذني تيجي بالاطراف. هذا الفحل. ما شاء الله. هاي طيارة. ذني زوجين شباب، بيعة واحدة 350,000 دينار. الزوجين 350. طير ما شاء الله كلش راقي. بالضمان تاخذها تطيرها اول فرختين، ما طارت رجعها علي. هاي الفحلة ذني. هاي طوالي. راح اخلي رقمي اللي يرغبين. خلي يتواصل وياي مكان بغداد الدورة. سعرهن 350,000 دينار زوجين. والعافية علي أخذهم. شباب شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الجميع بخير. ما مشترك بالقناة خليه يشترك، فعل الجرس، لايك، تعليق. تحياتي لكم. هاي اليوم يم الحمر. خل اسحب الكرسي شوية. هاي الحمر اليوم فاتحيها. طبعا شوية نطيرها تقريبا شنو يعني كملت. نطيرها شوية شوية لأن نريد نفردها. نريد نفردها يعني. أنا تقريبا بيهن فد 80 فحل يمكن. هذا فرق صعدته جديد ويا الفرخات. هاي الفرخات. هسا عندي بعد فرختين هم مرضى صعدهم. عندي بعد فرختين شيتريات. هسا بس اصبغهن واصعدهن. تقريبا شباب كل يوم اكو بث اسوي على الفيسبوك، على الصفحة مال الفيسبوك، على البيج. البيج اسمه الحمام الباكستاني الطيار. تقريبا كل يوم دا اسوي بث يعني من 4:30 العصر للخمسة، 5:30، يعني كل يوم بث فد نص ساعة. مرات بالاربعة، مرات 4:30، مرات 5. هم اعرض بيه العلاجات اللي جايبها جديد، اعرض بيه فد بروتينات، هالسوالف للطيور، وهم من دردي شلون طير البيض. يعني هم تابعوني على القناة، العفو على البيج. القناة الثانية هم طبولة شباب، يعني اشتركوا بيها. ما ناشراني بيها لكن اشتركوا بيها، خلت اخوة خاف كل شي يصير. هاي القناة الطير يصير عليها شي موجودة ذيك الثانية ان شاء الله. بس صراحة يعني صفحة الفيسبوك كلش قوية، يعني صح ما بيها هواي عالم، قناة بيها اكثر بهواية، لكن بس انشر منشور لو هاي لا والله تصعد، تصعد بصورة مو طبيعية. ومنفتح بس يعني تابعوني هواي عالم على البث، فشوية مسويت لي واحد صراحة.
راحت جنحين صارت قد ما طايره هي وظلت تقلب جنحين. طبعا شباب للامانه بيها طواير طواير جديده يعني اصلا ما طايره يمنا بس هيجي احنا خالين. والله هسه اللي يخبطن لان الطواير نصني موقعين نصني صيتن. جيتي لما يعني جيتي ضشار والله بس ما وقعت شي من يعني ما ضشرت. هاي لكم يا سلام. احنا ما نطير طيرة شباب صراحة يعني ابد ما نطير طيرة. طيب خل ارجع بالبيت. طواير ما نطير. يعني شو السبب هي هاي الحلة مالتنا مرتبة وقوية. طيور صار أكثر من سنتين ثلاثة عندنا حالة يمنا وانهزمت هواية ما خلت مكان ما راحت له شاب عم خباط وهالأمور هاي فما يحتاج يعني صراحة طيرة 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 تفشل. البصفر طار طار اي طاير والله. ليش البصفر عبالي انبيعه والله قلت طلع خلي يولي جنحه تعبون بس شو متحسن دي يطير. سافردها هاي الفحلة كلها افردها حولها بذاك القفص كل الفحلة بذاك القفص احولها والطواير تبقى هنا انا واجيب لها فحلة جديدة. الشعلب احمر هذا هم طاير هذا من جد اثنين شعلب احمر ذني كلهم غربوا والله شباب. هذا اللي حاطه اثنين اثنين شعلب احمر هاي ساج للبيضة. شوف شباب انا اقولها شنو هذا الابيض في العالي هاي ساج للبيضة يا طاي. لقيناها بالسطح وعفناها تذكروها قديمة عفناها وهي مشلبت. اليوم المقطع بس لأهل الحمر لان شوية مقصرين وياهم احنا. هاي ساج للبيضة شوية مقاصرين يا للحمر بس هو بعد الموسم ما بادي يعني موسم بعده ما بادي فمو ذاك ال يعني الواهت هو قاعدين من الصبح. بس ان شاء الله للحمر ما قصرنا وياكم. خلينا نفتح البيبان خلينا ننزل على البيض. الفرخات بعد ما افتحن شباب بعد ما افتحن والله راح اريحن 10 ايام علاجات ولا سوالف حتى لان بعد 10 ايام تقريبا ابدي اجهز للسباق.
فاحتمال احتاج كم تك منهن، يعني مثل هذا واحد، هذا المصبوغ، الشتريات، الشتريات كلهن توب ان شاء الله، هذا الرصاصي النص، فاحتمال احتاج منهن هذا الشتري المصبوغ احمر، هذا همين بالمقدمة. فراح اريح العشر ايام، من ابدي اجهز ذن الجوة، ابدي اجهز الجوة واجهز ذن سوا. هلا برا 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 اطلع من هنا، طبعا من هنا مش هنا. طيب عندنا البيض، اكو جروب اسمه الجمعية العراقية للحمام باكستان الطيار، شوفوا قامت بس الشيفة الوصلة انه يطير من حوالين. هذا جديد، هذا طير اسود، هذا راح اطلع تعبان هذا الطير. اي شباب، اكو جروب اسمه الجمعية العراقية للحمام الباكستان الطيار، بس اكتبوا على الفيسبوك الجمعية العراقية الحمام الباكستاني الطيار، هذا الجروب مالي يعني انا ادمن بيه، هم نسوي بثوث بيه وهلا سوالف، ويجون يسعدون بيه اساتذة من الخليج، يسعدون بيه هواي عالم، يعني كل يوم بث تقريبا عنده، هم طبوا بالجروب هذا. هذا طبعا هذا صاحبي جاب لي احمد، اشترى لي من الكسرة ومن سطح اخذه، يعني من طيور مراقمة اخذه، ما يطير تعبان راح فيها. راح نذني طبعا، مو كله نذني شباب، حرة والله يا شباب، عندي تقريبا جو 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 بال 20 جو ما طيرات بعد. وين بعد المخافات؟ حلوات البيض والله شباب، أرد أصباغين بس بصراحة ما أعرف يا لون، يعني أصبغ تك جنيح، أصبغ شوية طرف من الجنيح أو طرف من الذيل ما أعرف، أو عوفن هيجي بس مو مالي عوفن هيجي والله. فدي منتظر هذا صاحبي يجي مطارق ويكمش لي جنح جنيح ونصباغين تك جنيح، فد لون أخضر أحمر برتقالي تك جنيح، حتى من طيرن لان افردن بالشتاء ودق، يعني ما حتى زق ما راح ازقن هسه مكيف انا طابقن، بس طيرتين بيضات البقيه كلها من بيضه، هسه راح اكسر هذا البيض من بيضاته، صدق خله كسره لان شنو بثن بيضات والبقيه من بيضات، طيب رجعني بيضه سوا. كان بيضات لي وحدة منها قديمة، ما كان كل شيء ما حد يبيض، هاي بيضة بيضتين، هاي بيضة بيضتين، هاي خمس بيضات بس ما يفيد شباب، لازم ما راح أزقن والله شباب صراحة ما راح أزقن،
طير انه تونس عليه. طير انه تونس عليه احسن. ذاك الموسم انا جبت المتاخر ما تونسنا عليهم. فهذا الموسم ارد ظل نطير بيهن. خوش حطة حلوة. استني لو حاطات البقية. يلا شباب لا تنسون عن اشتركوا بالقناة، خالي لكم صندوق الوصف واول تعليق مثبت الصفحة مال فيسبوك، هم اشتركوا بيها قناة ثانية الانستغرام. تحياتي لكم شباب.